السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم. حابة اعملكم خبز، رغيف خبز بنعمله برمضان اكثر اشي، اللي عليه سمسم وازحة بنشتريه بس قبل الفطور ناكله مع الحمص وهيك شغلات، كتير بيطلع زاكي، فكتير سهل. واذا ما يعني عند جنبك مخبز ممكن انت تعمليه في البيت. بنحتاج 3 كوبايات من الطحين مليانين، كوباية من حليب الدافي سائل، معلقتين من اللبن الزبادي، لبن الزبادي، ومعلقتين من زيت الزيتون. بنحتاج معلقة من الملح صغيرة، ومعلقة من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة. وبنحتاج لندهنه في صفار بيض، ومنرش في السمسم والإزحة اللي هي حبة البركة، هذا تعرف فيها حبة البركة. أوكي، وممكن ندوب شوية نسكافيه بشوية ماي ونخلطها مع الصفار البيض، بيعطي لون حلو يعني معلقة صغيرة من النسكافيه تكون تقيلة تعمليها، وبنعمله مندهن فيها. وفي كمان بدنا معلقتين من المي، مي دافية، بدنا معلقتين مي دافية. هذا للعجن، حطيت أنا 3 كوبايات طحين، نحط عليهم الخميرة والسكر. ممكن الخميرة والسكر انت تدوبيهم في يعني لحالهم مع الحليب على بال ما يعني يخمروا. هاي معلقتين كبار بنحط من زيت الزيتون، معلقتين من اللبن الرايب، نحرك شوي بعدين نحط الملح ونضيف الكمية شوي شوي. هلا بدي اضيف الحليب شوي شوي الدافي. عجنها لتبقى تبطل تلزق بالعجانة. عندي دحين ايدي زيت، ودهن صحن زيت هون، احطها ترتاح بعدين بقطعها. شايفة احلاها كثير حلوة العجينة، شو ملزقة الحمد لله، بتجنن نشوف احلاها. هلا بندهنها زيت. هلا انا تركت العجينة تخمر، هلا بدي اقطعها. يعني ممكن هاي العجينة تعملنا يعني تعملنا رغيفين، اشوف كيف احلاها بتجنن. انا بدي احط هون هلا طحين، ارش رشة طحين اقطع العجينة. صورت تعمل الرغيفين بسهولة، ماش نكتر صح. نترك القطعة الثانية لا ترتاح. نعجنها شوي هيك بإيدنا عشان قبل ما نرقها نتركها ترتاح كمان مرة بعد ما نحط عليها هاي. بس برمضان احنا بنجيبوا هذا الخبز، يعني دول 3 كوبايات طحين ممكن يعملوا لك رغيفين كبار او 3 زي ما بدك انت يعني.
منها وحجم الريف اللي بدك اياه. نكون حضرنا صفار البيض عشان نعمله. أنا رأيت العجينة بدي أعملها بالأصابع هيك، نترك هاي يعني قدر سنتي من هون أو إنش، تعملي هيك شايفة دائرة، ممكن تعمليه مطاولة إذا بتحبي الخبزة كلها تكون مطاولة، شايفة ممكن تعمليه ممكن هيك شايفة، يعني أي أشكال بدك إياها ممكن تعمليها، ممكن هيك شايفة. بس هلأ بدنا ممكن تعملي كمان شايفة قوام، لأنه الخميرة عم تخمر بتردي تعيدي عليها. ممكن تعملي أنتي يعني مربعات زي ما بدك، يعني هذا برجع إلك، ممكن بالسكينة القفة السكينة مش بالسكينة، هيك بتشوفي الأشكال اللي عاملينها هم في بالخبزة، شايفة كله. هلا مش راح يبين لأنه بدها ترد تخمر كمان مرة، بنرد بنعيد عليها. أنا حطيت هون صفار بيضة، هي بنحط معاها شوية من النسكافيه دورتها ونلخها مظبوط معاها، بعدين هيك بتعطي لون حلو، ونرشها في السمسم والإسحة. بس أنا هلأ بدي أحطها هادي على صينية أو ورق زبدة عشان بعدين بدهنها. طلعوا رغيفين، إذا بقول لك زي ما قلت لك بتقدري تعمليهم ثلاثة عشان مالهم بيخمروا وبتروح الرسمة أو التقليصة اللي أنا عاملتها هيك في إيدي. ندهنها في البيض مع النسكافيه كلها، تعطي لون حلو كتير إلها. حتعجبكم كتير هذا الخبز، بدل ما تروحي تشتريها هاي زاكي كل يوم بيومه، احنا بنشتريها كل يوم بيومه. يعني انا ما جربت والله افرزها، بس يعني انا بعد ما دوبت النسكافيه شويه اخذت منها معلقه وحطيتها على صفاري البيض. تركها تخمر كمان هيك شي ربع ساعة نص ساعة وبعدين بخبزها، تبقى ضاعفت وصارت حلوة كتير. هشيلها ممكن بعد ما تطلعيها من الفرن نخبزها على حرارة عالية، يعني 400، بنحطها شي ربع ساعة ما بتطول، شايفة؟ رشيها بالسمسم، ممكن يكون سمسم ني كمان، هذا ني بس مقشر، مش مقشر قصدي، في كمان سمسم مقشر بيكون اللي هو ابيض لونه، هذا ني بس مش مقشر. حتى قد ما بتحبي، يعني في ناس بحبوا السمسم عليها ومنظرها كتير حلو بالسمسم وحبت البركة، شو احلاها بتجنن. هذا خبز رمضان إن شاء الله يعجبكم. أحلاها بتجنن. هلأ أنا حتركها بمحل دافي قبل ما شوية هيك تخمر كمان مرة، لأنه حركناها هلأ وبعدين بخبزها. فهلأ بتحبي، هلأ سخن كتير ما بقدر أقطعه، فشايفة كيف انه مستوي من جوا بجنن ومستوي من تحت. كتير زاكي وراح يعجبكم كتير ان شاء الله.
هذا الرغيف الاولاني ينخبز، شايفي ما احلاه، بجننهش. وشوفي كيف طري من برا بجنن ومن جوا مستوي الحمد لله. تقدري تقطعيه انت تقطعيه وتحطيه تغطيه، يعني ممكن نقطعه احنا هلا او تخليه محطوط على شغله هيك سخن وتغطيه بقماشه. انا رايي انه نحطه في كيس نايلون الخبزه بس تبرد شوي علشان تضلها طريه يعني كويسه. بس وكمان بدي اضيف شغله انه انا 3 كوبايات الطحين افضل يكونوا 3 ترغفه مش رغيفين، يعني حتى ما تكون سميكه هيك شوي. انا خميره طلعت معي شايفه، انا بفضل تكون ارق شوي صغيره من هاي. بس هي كتير رائعة راح تعجبكم، يعني قسموها على 3 أقسام مش قسمين. شكرا لكم وصحتين وعافية.